أشرف محمد طه أبو الرجال، بكالوريوس علوم وتربية، ماسك نائب رئيس مركز شباب الروضة، حاصل على أكاديمية كرة القدم تدريب، الدورة التدريبية الدولية لمدربي كرة القدم، حاصل على الشهادة بي وحصل على الشهادة سي في التدريب. طبعا بداية مشواري في كرة القدم كان من بداية مركز شباب الروضة هنا سنة 87، تدرجت في 4 فرق بالظبط، 15 18 21 فريق أول، ومن هنا بدأت أخذ 4 ماتشات أو مباريات طول الأسبوع خلال 6 شهور بداية السنة، وبدأت من هنا المشوار في بداية الروضة. بعد كده بدأت أسمع، لأن الدوري بتاعنا كان مسمع في منطقة الدقهلية، بدأت ألعب هنا قسم ثالث، ده أخدت 3 سنين ورا بعض هداف دوري القسم الثالث 3 سنين متتالية. فجالي نادي المنصورة، أيامها كان بيلعب في القسم الأول مش في قسم ممتاز به مش في ألف، فما حصلش نصيب، رحت النادي المصري، حصل نصيب، قعدت هناك سنة كاملة، فالحمد لله بدأوا يخلصوني من الروضة، خلصت قعدت سنة هناك. بعد كده تواصلت مع نادي بورفؤاد، خلصوني من النادي المصري مقابل 5000 جنيه، قعدت في النادي بورفؤاد حوالي 6 سنين في قسم ممتاز ب، وصلنا قبل نهائي كاس مصر مرتين مع النادي الاسماعيلي قبل نهائي كاس مصر، ومن هنا بدات حياتي الكرويه تسمع، بدا الانديه تتكلم معايا عن طريق نادي بورفؤاد، ثم بعد ذلك اتكلم معايا الكابتن احمد الطيب، اما نادي السويس كان في الدوري الممتاز، تواصلت معه وبدات المفاوضات، وبالفعل خلصني نادي غزل السويس من بورفؤاد سنة 98 بحوالي 40,000 جنيه، وبدأت ألعب هناك في نادي السويس، ولعبنا ممتاز به وصعدنا بالممتاز به، صعدنا دور الدرجة الأولى الممتاز. بدأنا في بداية السنة مع غزل السويس ماشيين مركز رابع ثالث لآخر مباراة في الدوري. يعني أنا تعاملت مع لعيبة نادي المصري الجيل الذهبي، كابتن طارق سليمان، كابتن طارق الصاوي، لعب معايا في الجيل ده من أيام نفس السنة، وليد صلاح الدين، هادي خشبة، كل ده جيلي، جيل 71 كله جيلي، نفس السن ونفس الأعمار، أنا لعبت دوري ممتاز من سنة 91 92 لحد 2002، عصرت جميع مدربين مصر، كابتن حسن شحاته كان ماسك منتخب السويس وصعد بيه للدوري الممتاز. انا حاليا انا بمارس لعب كره القدم، تعتبر اقدم لاعب على مستوى العالم بيلعب كوره، بمارس الساعه ونص في الملعب لحد الان. انا دلوقتي واصل نائب رئيس مجلس اداره مركز شباب الروضه، ماسك مدير مدرسه، مدرب، وبلعب في فريق مركز شباب الروضة، والسنة اللي فاتت طلعت إعارة من مركز شباب الروضة لكفر البطيخ في القسم الرابع معانا في التصفيات، لحد الآن لسه بمارس كرة القدم. احنا عندنا ما شاء الله أكاديمية 10 على 10، فيها حوالي 5 6 لعيبة موهوبين ولهم مستقبل كويس، لكن لو هم استمروا في نفس المجال. أنا من نوعية المدربين اللي أحب اللعيبة الصغيرة زائد 2 3 خبرة في الفرقة، بحب ألعبهم. ليه؟ هو عنده سرعة استجابة رهيبة في حتة التلبية مطالب المدرب، فبحب ألعب أنا الناشئين بالذات. الحاجة الوحيدة اللي أنا بتمناها إن أنا أستمر لغاية ما أحطم الرقم القياسي في أقدم لاعب العالم، خاصة اللاعب بتاع اليابان اللي هو وصل ل 53 سنة وبيلعب في القسم الرابع، اللي أنا أعديه، ده أكبر أمنية أتمناها اللي أنا أعديها. هو محمد ما كانش مهتم بالكرة بأمانة، محمد كنا إحنا كمان مهتمين أصلاً بالدراسة بتاعته، فأنا قلت له خلص الدراسة وأمن مستقبلك بشهادة كويسة،
الحمد لله ربنا كرمه في الثانوية ودخل كلية هندسة كويسة، بدأ يدخل في مجال الكورة، بدأت في القسم الثالث والرابع إن هو يدخل معايا في التدريبات، بدأ يشترك في التدريبات، نزلت 10 دقايق في 5 دقايق في ربع ساعة في شوط في ماتش كامل، وربنا كرمه لأنه هو عنده حتة الموهبة، عنده حتة الشوتنج كويس، عنده حتة المراوغة كويس، عنده السبرينت من السرعة، من الثبات للسرعة حلوة، السرعة الانتقالية دي حلوة، فعنده مميزات حلوة إن هو يكون لعيب كرة كويس. كان معايا فيرود اسمه هاشم، المهم في أول 10 دقايق اتصاب، فقلت لمحمد قوم سخن، دي كانت أول بدايته. نزل الله أعلم جاب جون أو اتنين، جاب جون من ده، كانت بدايته معايا في القسم الرابع. كان في ماتش السنة اللي فاتت، كان ماتش مهم في تصفيات القسم الرابع مع نادي كفر البطيخ، واحنا كنا في الماتش ده لازم نكسب، لازم نكسب عشان نكمل التصفيات. فقلت له انا وهو كنا الاثنين احتياطي بره، انا كنت ماسك مدير فني ومحمد قاعد احتياطي بره، نزلنا احنا الاثنين بين الشوطين كنا مغلوبين 2-0. المهم عملت له اسيست جاب جون، عملنا مباراه حلوه، اتغلبنا 2-1 في المباراه دي وهو جاب الجون، وهو كان في ذلك الوقت كان هو هداف الفرقه، جايب 8 تجوان او 9، كان هو هداف الفرقه. انا بلعب بلاي ميكر رقم 10، هو بيلعب هاف ليفت عشان جناح هاف ليفت. انا تملي في حته كمدرب انا اقول له خليك في التلت الاخير اعمل اللي انت عايزه، اصلا ده فكر لاعب، انت ما تقدرش كمدير فني او كمدرب ان انت تقدر تتحكم في رتم اللاعب في التلت الاخير، التلت الاخير اعمل كيفما تشاء، المهم تفنش الهجمة صح، ما تتقطعش منك الكرة، الحاجات دي كلها لازم تكون في توعية. أصعب موقف هو كان بيتفرج بره، ما كانش بيلعب، كنا بنلعب راس البر، ده أصعب موقف مرنا بيه وهو كان موجود معايا، بنلعب راس البر على الصعود للقسم الثالث، وإحنا الأول بفرق الأهداف، نتغلب في الدقيقة 94 وهو كان قاعد بره، ده أصعب موقف مرت بيه في خلاله وهو بيلعب معانا كوره. وانا كنت مخلص ثالثه ثانوي وبعد ما جبت الكليه وكده، فقام هو راح التمرين قال لي قوم لما انت نايم كده تعالى اتمرن، نجري انزل اجري وكده، فنزلت بقى بدات انزل مره في الثانيه وكده والعب معاه والعب خماسي كتير معاه وكده، ونلعب دورات مع بعض كتير، وكان في لاعب بتصف اول 10 دقائق قمت نازل وكده وجبت جون كده في اخر شويه، وقمت خارج لان نفسي ما كانش لسه برضو. وبعدها كده بكم ماتش، كان في ماتش برضو الماتش تعادل 1-1 وانا كنت قاعد بره برضو، وكان ماتش في لغايه الدقيقه مثلا 65 وكده، وهو قال لي برضو قوم سخن وهو كان بره لسه، فنزلت وجبت برضو جون بالدماغ اول ما نزلت. هو ما بتعاملش معاه لانه ابن ابدا يعني، حتى انا اتكلمت معاه في الموضوع ده كم مره، اللي هو ايه الناس تقعد تقول لي ما هو باباك وكذا وكذا، لكن هو في الكوره يعني، انا وانا صغير كان يجي اقول له تعالى معايا التمرين مثلا عشان العب، تعالى عشان كذا، يقول له انا عمري مش هتدخل لك في كوره في حاجه، يعني اللي انت عايزه اعمله. انا مبسوط قوي اللي هو بيلعب يعني، انا اتمنى اللي هو يوصل قوي، لان انا بصراحه ما شفتش يعني اللي هو لعيب زيه يعني، بالنسبة له هو في الكورة حاجة جامدة، أو أكبر لاعب بيلعب يعني، لما أروح أتفرج على حد في سنه يعني يلعب مثلا مع ناس كبار قده بلاقيه مختلف يعني، كأنه لسه ناشئ لسه. لما يكون في الملعب بلعب ببقى مستريح أكتر، لأنه هو أسهل واحد يوصلني للجون أصلا، لأن النص جوان اللي أنا جبتها أصلا هو اللي لعتها لي. وغير كده إحنا متعودين نلعب مع بعض في الخماسيات كتير ودورات كتير وملاعب سباعي وكلام من ده، فعادي بالنسبه لي اللعبه معاه كان سهل قوي. انا لما امسك الكره اصلا اول لحظه ببص على اللي انا بوصله هو، لان هو الواحد اللي اصلا بحس انه عنده حلول، هو في سنه كده وما شاء الله يعني، بحس انه عنده حلول في اي حد بيمسك كره في الملعب، مش انا يعني بس، بيدور عليه هو اللي هو يديله الكره. مره كنا بنلعب عندنا خماسي فشاكلنا جامد، فقمت واخد الكورة ومخرجها بره، قلت ما عدتش لعب، وقمت خارج بره وسايب الملعب وماشي، وقمت ما عدتش لعب معاك تاني. وتاني يوم لعبت معاه وخلاص، قال لي ورانا لعب يلا البس وكذا، ما بعرفش
تبقى لحظة عصب يعني. وأنا بدأت في آخر الدور الثاني في السنة اللي فاتت ألعب الماتشات كلها أساسي، فأتمنى بقى نصعد بالفريق السنة دي وأروح فرقة بقى كويسة بإذن الله، ممتاز به ممتاز ألعب يعني كويس.